المقطع الثاني وهو برضو كلام للقراي فيه أيضا الطعن في القرآن. شغل المقطع رقم 2. النظام ده المتفيدة القرآن القرآن الإنسان في الماضي ما طبق نسخ بمستوى أقل منه نزل في القرآن وده سماه مستوى محمد طارق فروع القرآن فروع القرآن يعمل على مستوى الوصايا الموجود في الدولة الدينية اللي بيتكلم عن الجهاد ومعاملة إيمانه والرب وقتل الإنسان لأنه ما متفق معك على دينك والوصايا وأن الناس كلهم بيحكموا خليفة مسلمين واحد وأن المرأة أقل من الرجل والرجل قيم على المرأة كل المسألة اللي إحنا هسه نشوفها في الصورة الدينية وبيتهموها الناس لأنها هي اللي مهاب الدين والعمل اللي بتعمل فيه داعش هسه ده كله موجود في القرآن لكن موجود في القرآن بدل ما الناس ما درسوه في الماضي وغاب عليهم دولة المدينة وهو مناسب كان وحقيق وصحيح في وقته. طيب الزول ده بيقول انه القرآن يا اخواننا اول حاجة بقسمه لمكي ومدني زي ما فصل لك شيخ ابو بكر وديك زيادة اول حاجة كونه تقول القرآن المكي هو الانساني لانه القرآن المكي اقر حرية الاديان ده كذب كذب لان القرآن المكي والمدني وكل الكتاب جل عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا لشنو إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا سبحانه وتعالى ناقشهم ربنا عز وجل قال أم خلقوا من غير شيء ده في القرآن المكي أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا ده في القرآن المكي فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وربنا قال لكفار قريش في القرآن المكي سورة القمر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. ربنا قال سيهزم الجمع ويولون شنو الدبر. ربنا قال إنه فكر زيده وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هل ربنا ساوى في القرآن المكي بين الكفار والمسلمين يا كذاب؟ ربنا سبحانه وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ده في القرآن المكي. انت بتتكلم ساكت ولا شنو؟ انت قال البلد فاكة ساكت ما في ناس بيقبضوا الكذب حقك ومين ما يفك له كذبة كبيرة جنبه كباية فوق عصير فوق قهوة فوق حاجات خطيرة في أجنو أنا ما بعرف يقوم يديها شفطة وتاني تاني يرجع عشان يوزن الشغلة عشان يفك لأنه لقام القاعدين ديل عدى عليهم الزمن جايب لهم مجموعة من ال من ال من شنو كده عجائز نيسابور ويقعد يكذب لهم وما فهمت أي حاجة فهمت؟ وديك تقول لي لا خليني أنا ناظر لك شيخ مزمل بعد شيخ مزمل ده إذا ناظرك ومت في المناظرة دي ما جريمة 130 فهمت؟ فإن شاء الله أنا أجيب لك واحدة من السلفيات حبوبة كبيرة موحدة ولا حاجة. طيب ربنا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال السعدي رحمه الله كلام يشرح البطن قال محمود وما قال محمود محمود بتعمله يا إنه ليه محمود عرفته وتجي ترسل لنا في الحريم دي نسوة الرجل بالمرأة ولا إنه عشان يجي لناظرة ما تجي أنت دي أكبر منك دي أختك الكبيرة تعال أنت والله أنا خايف يمشي يوقفها صف العش. المهم طيب قال فنفي العوج أنه ليس في أخباره كذب ولا في أوامر ولا في أوامره ظلم ولا عبث ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وكونك تقول إن القرآن برضه
فوقه ال ال الشيء اللي بيعملوه ناس داعش. انا جايك بالتفصيل لناس داعش وغيره، عرفت؟ اللي بيعملوه فوقه ناس داعش والوحشيه والقتل و الى اخره، ده اتهام لرب العالمين انه نزل القران انسان ونزل القران وحشي. ربنا ده ما حكيم سبحانه وتعالى ولا عليم سبحانه وتعالى، ولا ربنا رحيم بالعباد، ولا ربنا رؤوف سبحانه وتعالى. يا كذاب يا دجال، عرفته؟ وبرضه الآية اللي بيستدل بها وهو ما حافظ قرآن، بيقرأ الرجال، أنت من الرجال عشان تقرأ صح. المهم الآية من سورة الكهف، وقل الحق من ربكم، ما قادر يجيب الشبهة، مستوى لي تقول لي تجيب حبوبة ولا بقدر أدافع حبوبة؟ الله يهدينا يهديك، عرفته؟ ربنا قال وقل الحق من ربكم، العلماء قالوا ده أسلوب التهديد، هذا الحق واضح، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. ده التهديد هنا، عرفته؟ يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. لو زول قال لك بئس الشراب وساءت مرتفقة في الحفاظة دي تمشي تشربها يا قراي؟ قال أنا العلم بتاعي ده ما بزول حصل، ما بزول بيحصل لها بالة زي دي. طيب القرآن المدني اللي بيطعن فوقه نمسك، وطبعا اتكلم عن موضوع المرأة، وأنا بالذات جبت سورة النساء. أول حاجة ده من تكريم المرأة، ربنا نزل سورة كاملة اسمها سورة شنو؟ سورة النساء. طيب نقف إن شاء الله للصلاة ونواصل الرد على هذه الشبهات وهذا الباطل بعد الصلاة إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه. نواصل في الرد على افتراءات وطعن القراية الواضح في الإسلام وفي القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأحكام الشرعية. طيب فقلنا يا أخواننا إنه هذا من الكذب والباطل، إنه يفصل القرآن المكي من المدني، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وربنا سبحانه وتعالى قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والعقل بيقول إنه ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كلام وهو أصدق الكلام وأحكم الكلام وأعلى الكلام يكون جزء منه باطل وجزء منه حق، جزء منه بيصلح الناس وجزء منه مش هو قال حسن وأحسن، لا، عنده واحد فيما يزعم هو أحسن وعنده واحد قبيح ما بيصلح لنا تماما، زي ما حيجي هنا من عقيدته هو شيخه. طيب القرآن المدني فيه، نمسك سورة النساء قلنا كمثل، أول حاجة التأكيد في أول آية على الحقوق، على حق الرحم، واحد. نمرة اثنين التأكيد على حقوق اليتامى. ثلاثة التأكيد على حقوق النساء المالية في الورثة. أربعة تحريم زواج المحارم. وطبعا ديل قالوا بينكروا القرآن المدني وهو ما الإنساني، معناه عند القراي، القراي ما تزعل من الكلام ده، ما كلامك انت بيلزمك، انه القراي بيجوز انه يعرس امه واخته وعمته وحبوبته وبته، وممكن يلقى ولده فات اغترب ولا كده يمشي ياخذ له سحبه ويجي راجع، ما ده كلامه؟ لانه الورد التحريم، ورد التحريم لهذه الامور في القرآن المدني في سورة النساء. وكذلك فيه حل المشاكل الزوجية إن خرجت عن سيطرة الزوجين، وده الكلام الرد على الشيخ أبو بكر جزاه الله خير، نسأل الله يجعله في موازين حسناته. كأنه الإسلام قال لك المرأة دي من البداية، أو قبل ما تعرس المرأة تمشي سوق ليبيا تجيب لك صوت عرج بتاع جلد بتاع جرينتية وتقع فيها ضرب، هل الإسلام قال كده؟ هل النساء اللي بيدرجوهن بالحكمة العظيمة دي ديل النساء التي أطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت فرضها وحفظت زوجها في نفسها وماله ديها دميها؟ لكن النشوز هو إن المرأة ترتفع على الرجل وتخرج من طاعته، فهنا يتدرج معها الرجل في التأديب. والأسرة دي يا أخواننا ممكن يكون فيها راسين، ده عنده طلاق وده طلاق وده زواج وده زواج،
المثل السوداني بيقول لك رئيسين مالهم بيغرقوا المركب، والمركب ذاته ناكرينه، المركب ذاته ناكرينه، لكن ما ممكن يكون مركب او اسره او منظومه سميها اي حاجه يكون عندها رئيسين، لابد يكون في رئيس واحد وهو الرجل. وربنا سبحانه وتعالى لما ادى الرجل القوامة وحق الزواج والكلام الكثير ده بناء على خلقة المرأة، ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الليلة الساوند ده الخواجة بيقول لك عشان تشغله تعمل كده وتسوي كده وتدخل لك كهرباء قدر كده وتشغله في كده وأجواء كده، ما تشغله إلى آخر. الخلق المرأة منها قرقوي، خلق الله رب العالمين. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. خليك قبل الآيات والأحاديث، الكفار ناسيداو، خليك من القرآن المدني اللي انت قلت بيضطهد المرأة، اتكلم لنا في اتفاقية سيداو دي، قالت يا أخواننا المرأة نساوية بالراجل، أها وبعد ذاك قالوا لكن يا أخواننا المرأة دارين نعمل لها حاجة في الاتفاقية دي اسمها التمييز الإيجابي للمرأة. تمييز إيجابي يعني في تمايز بين العنصرين المرأة والرجل والذكر، المرأة والرجل الذكر دارين نعمل تمايز. يا أخواننا أنتم ما قلتوا ناس مساوية ناس اتفاقية سيدة، وقالوا لا المرأة دي طبعا بتعتري حالات من الشهر وطبيعة خلقتها ما زي الراجل. وطيب القرآن كان بيقول في جناها ما قال لك وليس الذكر كالأنثى، المرأة والراجل ما واحد عشان انت تساويهم، عرفتها؟ عشان كده يا أخواننا كانت الحقوق والواجبات موزعة على أساس العدل، عشان كده الآية جاءت إن الله يأمر بالعدل ما بالمساواة، لأن العدل قد يقتضي المساواة وقد يقتضي غير المساواة، عرفتها؟ المهم اللي بفهم الناس زي شنو. طيب وفيها أيضا النهي عن تحريف كلام الله، وفيها الإحسان إلى الجيران وابن السبيل وابن السبيل والأقارب، وفيها الدفاع عن حقوق اليتامى والمستضعفين. دي صورة النساء براه تزعة، فيها عدم الغدر بالمواثيق. 10 فيها آداب القتال، حدينا إن شاء الله. 11 فيها تحريم قتل النفس ولو كانت كافرة وما يترتب على ذلك من حقوق دينية ومالية بغير وتيحة. فيها تحريم رمي الناس بالكذب والباطل ورمي الأعراض. فيها الأمر بالعدل وقول الحق ولو كان على الوالدين والأقربين. دي أكثر من 10 مسائل، وده بس يا دوب في نص السورة. أمشي حصل لحد نهاية السورة، شوف الحكم دي. نحن بنسألك سؤال، جيب لي زول جاب حكم في القرآن المدني قال الحكم ده في بابه ما مناسب. طيب سورة المائدة أول آية فيها يا أيها الذين آمنوا شنو؟ أوفوا بالعقود. ده بناسب ناس داعش يا كذاب يا مجرم؟ ده شغل ناس داعش؟ ناس داعش بيوفوا بالعقود؟ ها؟ ناس داعش يعني بيكون قتالهم وجهادهم زي شغل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن يا اخواننا ده زول دار ينكر الجهاد، وربنا سبحانه وتعالى قال جوا عينك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جوا عينك، عرفته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، عرفته؟ فكلامه ده كله باطل وكله طعن في القرآن وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ناس داعش بيعذبوا بالنار، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل رجلين أن يحرقا رجلا ناداهما بعد أن خرجا فقال إن وجدتموه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله. ده الناس داعش بيعذبوا بالنار ويمثلوا ويقتلوا وغيره من الكذب، وشغلهم ذاته ما عنده علاقة بالدين ولا هو جهاد ولا سبقته دعوة ولا عليه آثار من علم، لكن يا أخواننا ده الشغل بتاع الإجرام حق الجمهورية. طيب